شهر رمضان مبارك عليكم أيها الأحبة. بعض الأخوة والأخوات يقولون إحنا بليلة القدر نصلي 100 ركعة، فهاي نقدر نعتبرها من الصلاة اللي فاتتنا؟ الجواب أيها الأحبة، ليس هناك صلاة تعوض عن الفوائد إلا قضاء هذه الفوائد. فأنا شقول واحد في هذه الليالي يقضي في هذه الليالي ويؤجر على إحياء هذه الليالي بالقضاء. سيدنا أنت قلت ليالي القدر، وإحنا اللي نعرفه ليلة القدر هي ليلة واحدة. اللي يجاوب عن هذا التساؤل هو إمامنا الصادق، لأن سأل نفس هذا السؤال فأجاب اطلبها في 19 و21 و23. تدرون إخواني بهاي الليالي يكتب وفد الحجاج والأرزاق والبلايا، تكون من قصر في هذه الليالي، وهاي الليالي بيها تحديد مصير الإنسان. فلا تفوتون هذه الفرصة، لا تفوتون هذا الربح المضمون. وأهم الأعمال في هذه الليالي زيارة السيد الشهداء عليه السلام، ولا تنسون بالدعاء والزيارة. دمتم في رعاية الله.